فترة طويلة مسافر بالإمارات واشتقنا لك، خير في شيء طولت الإقامة؟ لا صار لي فترة ما لا مش مس... لا رح نعمل لا لا رح نعملنا هيدي ما بدك مرتين تعملوا اللقاح، بس مطول الغيبة لأن أنا كنت مقرر ما أحكي يعني. أها أنا هون بس أنا مقرر ما أحكي، لكن يعني صرت حس الكلام بلا معنى بصراحة. بس لكن مازال هيك تقررت تحكي اليوم، توافقت انك تطل معنا، لكن في حكي اليوم بده ينحكى على سيرة ال نحكي يلا على سيرة الإمارات وعلى سيرة القعدة بدبي تتلقى الجرعة الثانية. قلت لي بالمناسبة، هل زعجك كلام الأستاذ وليد جملاط لما حكي بجلسة خاصة لمؤسسة العرفان وتسرب عنه أنه أنت عم تجيب بعض المساعدات الطفيفة من الإمارات وتوزعها على بعض الناس هيك مثل فتات كأنه؟ هلأ هو رجع اعتذر لأنه كلامه كان مجتزأ. يعني أول شيء يا ريت يعني الإمارات مقررة تدفع بلبنان، منا مقررة لا لإلي ولا لغيري، يعني مش بس لإلي، هي أخذ قرار بأن لا تتعاطى بالشأن اللبناني، والإمارات قرار يعني معروف، من يعني كل الناس تعرف أنه هني بلبنان وراء القرار السعودي ووراء الموقف السعودي، ما من هيك ما في يعني ما في موضوع سياسي بموضوع الإمارات. وبعدين بفضيله باله، ما هو بس يصير دفع أول واحد بيقبض يعني من كل العالم، ما عنده مشكلة يعني، بس المشكلة في قرار ما في دفع سياسي بلبنان بقى. ما في حدا عم يدفع للسياسي يعني، لا الإمارات ولا السعودي ولا الإيراني ولا ما في دفع يعني. طيب لكن دفع للسياسي بلبنان ممنوع. كيف عم بتدبروا حالكم لكان بظل هكذا قرارات؟ شو بدك كيف عم ندبر حالنا؟ الله يعني ليك الكريم، ربنا ما بيقطعه يعني. نحن على هو مزبوط قال متواضعة، بس نحن منساعد الفقير منساعد. جورج أنا ما كنت حابب أحكي بهالموضوع نهائيا لأنه أنا بعمل بصمت الخير يعني، بس نحن قلنا 12 سنة منوزع ل3000 مريض، بعد هاي الأزمة صاروا 4000 مريض، ومنعطيهم دواء دايم، لا منصور ولا منعمل دعاية. عنا 10 مراكز بالإقليم والشوف وعلي، في المريض إذا كان يهودي يمرق على هاي المراكز بالحرف، أنا قيل لهم إذا بيمرق يهودي بتعطوه، ممنوع تسألوه شو هو. بس هيدي بدها مصاري، 4000 مريض هيدي بدها نشتري بده تمويل، هيدا ما هي لحظه لما كفي لك لو نطرتني. لا نحن بنشتري الدواء من سوريا ب 10% من سعر لبنان ومنوزعهم هون دون اي مقابل، قلنا 12 سنه بنعمل هيك. والمساعدات الثانيه اللي منوزعها اللي عيب اصلا يحكي فيها واحد يعني، عيب كل ما وزع كيس رز وكيس سكر يصور حاله. من هيك انا اخذ قرار وقيل لهم للشباب حتى يعني على تليفوناتهم ممنوع يصوروا. فهلق ليش بينزعج من الموضوع؟ ما انا بالعكس اذا عطاه مساعدات بنبسط، ليش بده ينزعج؟ طيب يعني بالعكس يعني بنكون حلينا مشكله مجتمع، كلنا بنتعاون لنحل هاي المشكله. طيب هلا السؤال، بتشتري أدوية من سوريا لتوزعها على الناس، بتروح حضرتك تاخد اللقاح بالإمارات، لقاح الكورونا. طيب الدواء السياسي أو الفاكسين السياسي بالنسبة لك وين؟ إذا للناس بتشتري أدوية من سوريا وأنت بتتلقح بالإمارات، أنا حليف للمقاومة. أنا أنت أنا أنا ما ليك أنا أنا ما بخفي أنا ما بخ أنا لا أخجل بأي موقف. أنا حليف للمقاومة، أنا حليف لسوريا، ولكن أنا أولا وأخيرا مصالحي كلبناني ومصالح ناسنا. أنا أوكي عندي صداقات عربية، أنا ما بخفيك طامح لأن يكون هناك حلف عربي في مواجهة كل ما يحصل اليوم، وهذا الحلف العربي أنا أتمنى أن يشمل سوريا والإمارات ومصر والعراق والسعودية. ما بخفيك يعني أنا مع منظومة أمن عربي.
بس هل هو هيدا باختصار يعني ما بدأ المسألة، هيدا حلم المستحيل ولا حلم واقعي هيدا برأيك؟ والآن بدأ هذا الأمر بدأ، ليش حلم واقعي؟ بدأ هذا الأمر يحقق نتائج. بالعكس، ليش ما سمعت موقف الأمير الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات بالنسبة لسوريا المتقدم؟ نعم. في موضوع سوريا طبعا 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 موقف متقدم جدا. ما سمعت يعني اليوم، أنا تقديري هناك شيء قريبا سيحصل على الصعيد العربي في موضوع سوريا، وأنا لا أستغرب أن تشهد مواقف. الموقف المصري معروف، ولكن أنا أتمنى على مصر أن تطور هذا الموقف، أن تبادر أكثر في هذا الأمر، وأنا لا أستبعد أن يكون هناك مواقف يعني أو أمر ما سعودي سوري جديد. يعني هذا الحلم العربي، يعني ممكن نطلق عليه هذا هالاسم. مش حلم عربي، بعدنا أقل من الحلم العربي. هذا الحد الأدنى من التضامن العربي. يعني هذا الحد الأدنى من التضامن العربي ممكن هذا يحقق شيء، لأنه اليوم أنت المنطقة رايحة على تطورات جديدة بوجود إدارة أمريكية جديدة. هذه الإدارة تضع خطة للتعاطي مع المنطقة، واضح من كل اللي بنقراه. مني خبير أنا بالإدارة الأمريكية، ولكن اليوم عندها هذه الإدارة تصور لما ستكون له العلاقة مع تركيا، مع إيران، مع إسرائيل، القوى الإقليمية الأقوى في المنطقة. فأمام هذا الوضع فليكن هناك حد أدنى من الموقف العربي الفعال. طيب يعني المهم أن يضرب العرب على الطاولة يدهم ويقولوا نحن موجودون. طيب يعني هل يمكن القول أن خلصت بسوريا؟ تفضيلوا بيلو لصديقنا. يعني الموضوع الإماراتي له علاقة بالموضوع السوري أكثر من الموضوع اللبناني. أها. طيب هل خلصت بسوريا؟ ممكن تفضيله باله بموضوع المساعدات، ولكن بده ينشغل باله بموضوع السياسي اكيد. يعني هيدا ما خصني فيه انا، لان هذا بسبب خياراته السياسيه. اما موضوع اللبناني والمساعدات يفضي باله. هذا الموضوع مش عم ينشغل على هالمصغر، في شيء اكبر عم ينشغل بالموضوع هلا بالمنطقة، بالموضوع العربي. رح ارجع اسالك عن الموضوع العربي وعن سوريا. خليهم يخبروا اصحاب الروس. ليه ما بيخبروا أصحاب الروس؟ امبارح المير طلال يخبروا شو عم يعملوا.